كل يوم سيوصل لبعضهم. الكل يجي يبعدوا يتصلوا اتصالاتهم. اليوم الجنازة بدهاش تطلع غير اخوتها الثلاثة يكونوا هين. قصة شرف هي طلعوها من قاموس حياتكم. احنا المسلمين لازم نطلع من قاموس حياتنا قصة شرف. مش شرف. كل بنات المسلمات واحدة اشرف من الثانية. ان واحدة اتحطت حمرة بلدوها شرف. لا بدي يعرفوا. بدي الكل يعرف. بدي الكل يعرف. ما بتعرفش بالنت هادي دعاء، ما بتعرفش. ما بتعرفش.